نيوز معنا من ريف حلب، أهلا بكما. أبدأ معك عمار، يعني من أبرز الأخبار التي نتحدث عنها اليوم وهو استشهاد عائلة بأكملها في حي الصاخور، وذلك بسبب استهداف النظام لحي الصاخور بغاز الكلورسام. ما التفاصيل لديك؟ نعم أحلام، هم 6 شهداء، 4 أطفال ورجل وامرأة استشهدوا نتيجة استنشاقهم غازات الكلور السام التي استهدفت حي الصاخور الساعة 4:30 فجرا. يستهدف بها النظام أحيانا نعم الممنهجة التي تستهدف سجل منذ يومين أيضا سقوط 3 حالات اختناق نتيجة استهداف المناطق بذات الغاز السام. طبعا نعم اليوم 16 شهيدا حتى اللحظة في مدينة حلب نتيجة القصف المستمر على أحياء المدينة. قبل 10 دقائق تقريبا استهدفت الطائرات الحربية حي الشعار بالقنابل العنقودية، مما أيضا أسفر عن وقوع عدد من الإصابات والشهداء في صفوف المدنيين نتيجة استهداف سوق شعبي بشكل نعم مباشر. القصف لا يستهدف منازل مدنيين ولا حتى أسواق. اليوم تركز القصف على أحياء مساكن هنانو وأيضا أرض الحمراء وطريق الباب وحي الشعار ضمن حملة القصف الممنهجة منذ الساعة 7 صباحا. طبعا هناك حالات كثيرة من الإصابات في صفوف المدنيين، تم نقلهم إلى النقاط الطبية بعد يعني العجز الكبير الذي يعانيه المشافي الميدانية في ظل خروج معظم المشافي الميدانية عن العمل بسبب القصف المشافي الآن. نعم عمار، أعتذر منك لرداءة الصوت من المصدر، يعني لا نتمكن من تلقي المعلومات بشكل واضح. أنتقل إليك كريمة. يعني عمار كان يتحدث عن قصف عنيف يطال الأحياء الشرقية في حلب، من ضمن حي الشعار في ليلة أمس، وأيضا اليوم سوق شعبية. كيف يبدو الوضع لديك في الريف؟ في الريف الوضع لا يعني يختلف كثيرا لجهة كثافة الغارات والطلعات الجوية التي أحرقت مستشفيات الريف الغربي قبل أيام، وتعاود اليوم لتحرق ما تبقى من منشآت حيوية في الريف الغربي. استهدفت المنصورة بشكل مكثف، وهي منطقة للصناعات والمعامل الدوائية، بعدد من الصواريخ الفراغية. ليست لدي معلومات مؤكدة، ولكن يمكن القول أن جزء كبير من المشافي في المنصورة خرج عن الخدمة، لدرجة أن هناك أصناف دوائية لا يمكن إيجادها الآن في سائر صيدليات الريف الغربي أو الشمالي، يعني في سائر أرياف حلب. إضافة إلى ذلك، استهدف الطيران الصواريخ الفراغية والارتجاجية ريف المهندسين التي نحدثكم منها الآن، إضافة إلى غارات متواصلة على طرق إمداد الثوار إلى الجبهات، وهي الطرق الممتدة من المنصورة، وأيضا الطرق على موازاة خط أورم عنجارة كفرناها الأتارب. جميعها كانت أهداف مباشرة للطلعات الجوية، ولكن الوضع يختلف عن حلب لجهة أنه لا يوجد حصار، هناك توفر في المواد الغذائية والأدوية إلى حد مقبول نوعا ما. نعم كريمة، يعني تحدثتي عن خروج بعض المستشفيات في الريف الغربي، لو تضعينا في صورة النقاط الطبية والمستشفيات هناك اليوم. بالنسبة للمستشفيات خرجت بالكامل عن الخدمة، ولا من غير الممكن استعادتها أو إعادة إدخالها للخدمة مجددا بسبب تدميرها بشكل كامل، كما هو الحال في مشفى بغداد في بلدة عويجل، ومشفى الأنصار أو بيوتي في بلدة أورم، إضافة إلى مشفى مدينة الأتارب. حاليا الجرحى أو المصابون جراء الغارات يضطرون للتوجه للشريط الحدودي إن لم تتوفر بعض النقاط الطبية، أو يعني نقاط إسعاف طبية خاصة ممرضين أو ربما صيادلة، يعني هي حالات وتدابير إسعافية، لكن لا يمكن إجراء عمليات جراحية كبرى، لا يمكن تدبير إصابات بليغة جراء القصف. عليهم التوجه إلى الشريط الحدودي، وهذا يعني عبء إضافي لجهة صعوبة المواصلات وصعوبة سلوك الطرقات المستهدف بشكل دائم من قبل الطيران الحربي. كريمة، بالانتقال إلى حلب، يعني بما أننا فقدنا الاتصال مع الزميل عمار، ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن القصف الذي طال المدينة اليوم؟
حقيقة المقتلة باتت تتحدث عن أرقام مخيفة. نحن اليوم أمام 1000 جريح بدون أي وسيلة إسعاف أو تدبير جراحي في حلب. نتحدث عن 310 شهداء خلال الأيام الخمسة الماضية. هناك غارات بشكل غير مسبوق يومي، متوسط الغارات اليومية ما يفوق 150 غارة. البراميل محملة بالكلور تمطر اليوم حي الصاخور ومساكن هنانو التي بات فيها شارع مرصود، وهو الشارع الذي يقع على طرف المدرسة الشرعية مرصود نارية من قبل قوات النظام. هناك تكثيف وتمهيد مدفعي أيضا من تلة الشيخ يوسف، ولكن الثوار يحاولون التعامل معها وتحقيق إصابات مباشرة من القوات المتواجدة، قوات النظام والميليشيات الطائفية المتواجدة على تلة الشيخ يوسف. إضافة إلى هذه الغارات هناك صد محاولة اقتحام الثوار رغم الحصار المطبق عليهم، ينجحون يوم بعد يوم في استنزاف قوات العدو وفي إرجاعهم إلى خطوطهم الأولى كما حدث ليلة أمس في الشيخ سعيد، وصد هجوم من محور تلة الرجم حيث تمكنت حركة نور الدين الزنكي من صد هذا الاقتحام، إضافة إلى اقتحام آخر على جبهة الإنذارات. يعني عدة اقتحامات من مختلف المحاور. نعم كريمة، مصادر إيرانية تتحدث عن قتلى بالآلاف للميليشيات الطائفية التي تقاتل إلى جانب النظام، هل تتوفر لديكم أعداد تقريبية عن حصيلة القتلى التابعة لهذه الميليشيات في اليومين الماضيين؟ بشكل مؤكد من خلال تواصلنا سابقا مع قادة عسكريون عقب نهاية المرحلة الثانية من معركة حلب، تحدثوا عن 2000 قتيل فقط لجهة محور حلب الجديدة. كريمة، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع كريمة السعيد. شكرا جزيلا لك كريمة، كنت معنا من ريف إدلب.